انا مؤمن دايما زي ما قلت لك، مؤمن بالصدفه في كل شيء. يعني انا سافرت صدفه، واحد صاحبي قال لي انا راح سويسرا قبل كده وقال لي تعالى معايا، ورحت معاه السنه اللي بعدها. وزي ما قلت لك كنت مستلف نص تذكره عشان اقول برضه كان مبلغ بسيط ساعتها، بس كان طلب فلوس كتير في الوقت ده. واحد جاي من مصر الوقت ده لا لغه ولا عنده اي مقومات نهائي ولا تقاليد ولا اي شيء، وفي الاخر تحطه يعني واحد ما بيعرفش يعوم ورميته في الميه. وبعدين بالصدفه اشتغلت في هوتيل او موتيل على الطريق، وصلت الميد هوتيل من عندي 25 سنه. في الوقت ده كان حصل صدفه كبيره جدا مع زبون كان عاوز يقعد في مكان وقعدته في مكان تاني. وبعدين في نهايه الوجبه ديت الراجل ده يمكن استظرفني، وكانت البدايه بالنسبه لي سالني انت منين ومش عارف ايه وده، وقال لي انا عندي مطعم صغير وعاوز ابيعه، وده كده البدايه بتاعتي مش افلام دي الحقيقه.